طيب خلينا نروح نشوف التقرير التالي اللي يتحدث عن أن الموسم هذا الدوري من سنوات طويلة ما شفنا فيه فرق تتنافس على المقدمة أكثر من فريق. التقرير التالي يتحدث عن المنافسة الرباعية على صدارة زيد. منذ زمن طويل ومن فترة ليست بالقصيرة لم يشهد التنافس على لقب الدوري فرصا متاحة لأربعة فرق: الشباب، الأهلي، الهلال والاتفاق. كل هذه الأندية لديها فرصة كبيرة جدا لتحقيق اللقب، فقط تعثر المنافسين في مبارتين أو ربما مباراة يحسم اللقب. لو نظرنا إلى أكثر هذه الفرق وأوفرهم حظا بإحراز اللقب لوجدنا الفرص السانحة للليث الشبابي أكثر من غيره، فهو معتلي على عرش الصدارة، وكونه لن يخوض غمار منافسات دوري أبطال آسيا مثل منافسيه الثلاثة يعطيه أريحية كبيرة للتركيز على بطولة الدوري. الأهلي والهلال والاتفاق لربما تتسبب مشاركتهم في البطولة الآسيوية في انخفاض التركيز، ولربما تكون دافع قوي كذلك لإحراز الأفضل، فهي سلاح ذو حدين. لكن بالتأكيد المشاركة الآسيوية ستلقي بظلالها على أحد الفرق الثلاثة. الجميل في الأمر أن رقعة المنافسة على اللقب اتسعت وأصبحت تحتمل أكثر من فريقين كما كانت في المواسم الأخيرة الماضية. وكم هو ممتع أن تستمر المنافسة على اللقب حتى آخر الجولات، وتظل الأنظار متابعة والقلوب متلهفة والأحاسيس حائرة لمن سيتجه اللقب. مسفر الخثعمي، كورة. عبد الله، المنافسة هالموسم تختلف عن كل المواسم السابقة حتى يمكن لسنوات طويلة. نعم صحيح، زي ما قال يعني التقرير هي اتسعت، ولكنها أيضا بحاجة إلى عودة النصر وحاجة إلى الاتحاد. يعني تخيل أخوي تركي، يعني إحنا عندنا، أنا أتصور إن عندنا ستة فرق يجب أن تكون بطلة لدوري زين. يعني كل الفرق السعودية الستة أو ربما حتى السبعة أيضا يعني تستحق أن تكون بطلة دوري زين. لا أفرق الحقيقة أنا بين فريق أول وفريق سادس أو سابع. أنا أعتقد أن الأهلي والهلال والنصر والشباب والاتحاد والاتفاق، كل هذه الفرق تستحق أن تكون بطلة لدوري زين في كل المواسم. أتمنى حقيقة عودة النصر، اشتقنا لفارس نجد، اشتقنا للعالمي. أتمنى حقيقة أيضا أن يعود الاتحاد، نحن لا نرضى بأن يكون الاتحاد بهذا الوضع أبدا. يعني في موسم ماضي كان ينافس والآن في وضع مختلف تماما. الاتفاق نحن يعني أنا شخصيا سعيد الحقيقة بعودة الفريق الاتفاقي للمنافسة. الأهلي أيضا لا شك أن الجميع الحقيقة سعداء بوجوده أيضا في قائمة الصدارة وخلف المتصدر ومتصدر مرة أخرى. لذلك أنا أتصور حقيقة أن كل هذه الفرق أيضا الهلال والشباب معروفين أنهم في الصدارة أو ينافسون منذ فترة طويلة. نحن حقيقة لدينا دوري قوي، لكن أيضا بحاجة إلى يعني أن ينضم لهؤلاء الأربعة اثنان آخران هما النصر والاتحاد. أبو فارس، التقرير يعني كفى ووفى. الموسم هذا يعني شهد اقتحام النادي الأهلي للصراع، النادي الأهلي ونادي الاتفاق الصراع على المقدمة، وخروج نادي الاتحاد من مواسم كثيرة لم كان الاتحاد هو طرف ثابت في المنافسة. في المنافسة الفرق اللي استعدت جيدا، عملت بتخطيط مبكر للموسم، استفادت كثيرا. أنا أذكر الشباب والهلال والأهلي والاتفاق جميعها استعدت جيدا، كان هناك استقرار فني واستقرار إداري. النادي الأهلي استفاد من زخم فوزه بكأس خادم الحرمين العام الماضي، وبدأ من تلك النقطة، ولم تكن تلك سقف طموحاته، بدأ من تلك النقطة، تعاقد مع لاعبين جيدين في مراكز يحتاجهم الفريق، المدرب وفق، هناك استقرار إداري، هناك عمل كبير، ولذلك استحق أنه يكون في الصدارة. نادي الشباب أيضا، نادي الشباب تعاقد مع مدرب كبير، وفروا له كل الإمكانيات من اللاعبين الأجانب والمحليين، كان عمل معسكر ناجح،
وبالتالي استفاد من أخطاء الموسم الماضي. الموسم الماضي كان معسكره كان يعني سيء جدا بدون مدرب وكذا وكذا. نادي الهلال يمتاز بانسجام لاعبيه ومزجه بين الخبرة والشباب النجوم. هناك استقرار إداري أيضا في الاتفاق. فريق وفق في مدرب أكثر من رائع، إدارة مساندة بالإمكانيات المتاحة جعلوا من فريقهم ينافس على الدوري. أتمنى من الاتفاق ألا يحبطهم خسارتهم اليوم وأن يبدأ التركيز للدوري، فالفارق النقطي ضئيل جدا. أستاذ عبد الله، هذا التقارب في المنافسة على الصدارة خلى الأندية تربك بعض؟ والله مسألة الربكة هي موجودة من بداية الدوري، يعني احنا لم نشهد من منذ سنوات ان يكون في تقارب بهذا الـ يعني بهذه النقاط او هذا العدد من النقاط الضئيل جدا. يعني لا شك انه هناك عمل كبير فعلا قد قامت به هذه الأندية المتنافسة الآن على بطولة الدوري. واتصور الحقيقة انه يعني ربما تتفقون معي يعني على مسألة انه في مواسم سابقة لم نشهد مثل هذا التقارب بشكل كبير. الحقيقة كانت هناك فوارق كبيرة بين الأول والوصيف، أما هذا الموسم فأنا أعتقد أنه يعني حتى فريق الاتفاق أو الهلال أو التي هي متأخرة نوعا ما لا يفرقها نقطتين أو ثلاث نقاط عن المتصدر. أتصور حقيقة أن احنا أمام مراحل حاسمة في الجولات المقبلة، والفريق الذي لديه، أنا أتصور الفريق الذي لديه البديل الجاهز ولديه اللاعبين الأجانب المؤثرين جدا في المرحلة المقبلة في هذه الجولات الأخيرة، ولديه مدرب عاقل ومتفاهم ويعرف بواطن الأمور في المرحلة المقبلة. أعتقد أنه هو من سيكون بطلا للدوري. فارق النقطة وفارق النقطتين وخسارة نقطة ونقطتين قد يعني تفقد أي فريق الحقيقة فرصة المنافسة على البطولة. فاصل قصير بعده نعود للجزء الأخير من الحلقة.